كافحت أجهزة الإطفاء حرائق الغابات التي تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية ذات الكثافة السكانية العالية، ودمرت ما لا يقل عن 500 مبنى، كما دفعت ما يقارب 200 ألف شخص إلى ترك منازلهم خلال الأيام الخمسة الماضية. يشارك أكثر من 5700 من رجال الإطفاء في جهود مضنية لوقف اتساع نطاق ستة حرائق هائلة وحرائق أخرى أصغر مندلعة منذ الاثنين الماضي في مناطق تمتد نحو الشمال من لوس أنجلوس إلى مقاطعة سانتا باربرا على المحيط. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الاتحادية في كاليفورنيا أمس الأول بسبب الحرائق، مما يسمح لوكالة الطوارئ الاتحادية ووزارة الأمن الداخلي بتنسيق جهود الإغاثة.